تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. تطورات عديدة سادت المشهد في سوريا. بداية، اعتبرت مجلة فورم بوليسي الأمريكية أن النظام التركي لن يحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن الانسحاب الأمريكي قد يمكن التنظيم من اتخاذ تركيا قاعدة إمداد خلفية للمعارك في سوريا. لماذا نسمع بكثرة عن دعم تركيا لتنظيم داعش؟ ولماذا يشكك بكثرة حول محاربة تركيا لداعش؟ وهل ذلك هو ما دفع ترامب للتراجع عن تصريحاته والتأكيد بأن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا حتى القضاء على داعش وحماية الكرد؟ في ملفنا الثاني لحديث اليوم، حالة الانقسام تسود داعش حول الاستسلام أو استمرار القتال مع قسد بدير الزور بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونختتم الحلقة مما جاء في وسائل الإعلام حول تنفيذ قوات تحرير عفرين عمليات نوعية ضد الفصائل التابعة لتركيا في ريف عفرين. اعتبرت مجلة فورم بوليسي الأمريكية أن النظام التركي لن يحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن الانسحاب الأمريكي قد يمكن التنظيم من اتخاذ تركيا قاعدة إمداد خلفية للمعارك في سوريا. الإيعاز الأمريكي لتركيا بتولي محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا يقدم فرصة سانحة للتنظيم حتى يعيد رص صفوفه لأجل العودة مجددا إلى الواجهة، وذلك بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية. المجلة الأمريكية نشرت في مقال لها أن تركيا ترددت غير مرة في شن حرب مباشرة ضد داعش، كونها تفضل التركيز على قتال الكرد أكثر من ذلك، معتبرة أن هذا الأمر ثانوي بالنسبة لتركيا التي تتخذ من الحرب على الكرد أولوية لا تتقدم عليها أولوية. وبحسب الفورين بوليسي، فإن التنظيم الإرهابي قد يتخذ من تركيا قاعدة إمدادات خلفية للمعارك في سوريا في حال الانسحاب الأمريكي من هناك، والذي سيكون طوق نجاة لداعش كونه قد تمكن من تأسيس بنية تحتية واعدة في تركيا، خاصة وأن تركيا كانت الممر الأكبر لإرهابيي التنظيم عبر الحدود إلى سوريا قبل أن تصبح ملجأ للفارين منه. المجلة الأمريكية أوضحت كذلك أن تركيا مستفيدة من التنظيم الإرهابي كونه العدو الأساسي الذي يحارب الأكراد، على اعتبار أن عدو العدو هو صديق وفق المعادلة العسكرية والسياسية التي تبدو أكثر تعقيدا في الشرق الأوسط. كما أضافت المجلة أن الدوافع الطائفية المعلنة لإرهابي داعش في سوريا تبدو منسجمة مع الخط الذي يتبناه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي قالت إنه يقدم نفسه بمثابة زعيم للسنة وراء للحركات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا دخلت في حالة عدم استقرار داخلي بحسب الفورين بوليسي جراء التوتر الذي خلفته حملة السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب المزعوم. أسعد المشاهدين، وللنقاش ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ بشار جرار، كاتب ومحلل سياسي، ومعنا هنا أيضا في الاستوديو الأستاذ حسين عمر، محلل سياسي. مرحبا بالضيوف. دعني أبدأ من عندك أستاذ حسين. تفضل. نسمع بكثرة تشكيك حول أمكانية أن تحارب تركيا تنظيم داعش الإرهابي. على الأقل لو ذهبنا إلى وجهة نظر المجلة الأمريكية فورم بوليسي، تقول بأن الإيعاز الأمريكي لتركيا بتولي محاربة داعش يقدم فرصة لداعش لإعادة رص صفوفه. طبعا هذا الكلام كله يأتي من بعد ما سمعنا أن ترامب يقول بأن تركيا ستتولي المهمة. لماذا كل هذا التشكيك؟ يعني بالحقيقة أنه من بداية المقتلة السورية، خلينا نسميها، تركيا تساعد وتؤسس، حتى ليس فقط تساعد وإنما تؤسس المجموعات الإرهابية التي قاتلت في سوريا وقاتلت الشعب السوري ودمرت في سوريا، وداعش كان الجزء الأكبر أو الإنتاج الأكبر للنظام التركي، لنظام أردوغان في سوريا. يبدو أن المعلومات المؤكدة التي توزعت بالعالم لم يتلقاها ترامب في هذا المجال لهذا، أو قال بأن تركيا هي التي ستحارب داعش، وهو يدرك أو يحاول أن يغاضي النظر عن مسألة أن تركيا هي التي دعمت وكانت داعش
على مدار سنتين جارة لتركيا لم يحصل أي حتى أطلاق طلقة واحدة بين الطرفين، بل كانت هناك وثائق حتى من قبل الصحفيين الأتراك وقنوات التلفزيون التركية التي ثبتت على أرض الواقع التعامل بين مجموعات داعش التي كانت تدخل إلى الأراضي التركية وتخرج منها، وكذلك مساعدات الجيش التركي للمجاميع المسلحة الإرهابية ومنها داعش. هذا يعني على نظر العالم، أمام أنظار العالم كله هذا معروف، لكن ترامب يبدو في محاولة منه للخروج من سوريا، فقد تحجج بذلك على يعني على أساس أن تركيا هو حليف أمريكا، وعلى أساس أن تركيا عضو في الناتو وواجب عليها محاربة داعش. نعم، طب دعني أنقل السؤال إلى أستاذ بشار. مرحبا بك من جديد أستاذ بشار، معنا في حديث اليوم. نود أن نسأل، يعني هل تراجع ترامب عن تصريحاته عندما ذكر بأننا لن نغادر حتى القضاء على داعش يمكن القول بأنه نابع من عدم ثقته بأن تركيا ستحارب هذا التنظيم؟ أبدا لم يحصل تراجع. كان الرئيس ترامب واضحا منذ البداية أنه أولا لا يريد البقاء في سوريا إلى الأبد، ثانيا أن على الدول الموجودة في الإقليم أن تتحمل تبعات الوضع من الناحية العسكرية والسياسية والأمنية بشكل متكامل، وخاصة ذات التماس المباشر مع هذه القضايا. وهنا يتحدث عن الدور التركي والسعودي بالتمويل والدور المعنية فيها الدول الإسلامية التي يجب أن تخوض هذه الحرب، لأنها هي حرب الإسلام، وصفت بأنها حرب الأهلية الإسلامية، حتى تكافح داعش والنصرة وهذه التنظيمات الإرهابية التي أساءت للإسلام والمسلمين في العالم كله. فترامب كان منذ البداية يتعامل مع هذه الملفات من خلال خبرته في التفاوض كرجل أعمال. في البداية رجل الأعمال من المعروف خاصة المقاولين يبحث دائما عن إنجاز مهمة الأكبر في أقل مبلغ مالي ممكن وأقل كلفة سياسية ممكنة، ومن الطبيعي كان أن يتعامل مع الأقرب إلى المسألة وهم الأتراك. هو يعلم جيدا، الرئيس الأمريكي يعلم جيدا خلال كبار الجنرالات في الجيش، حتى بالرغم من الخلاف اللي ثار يقال بينه وبين وزير الدفاع الذي أكد قبل يومين بأنه قد أقاله من منصبه وهو جيم ماتس، قال أن الجنرالات عندما كانوا يضعوه في صورة تطورات فيما يخص الحرب على داعش كانوا يؤكدون أن المعركة تحتاج إلى الإسناد الأمريكي، ولكنها ليست معركة الأمريكيين، هي في المقام الأول معركة الدول الموجودة في المنطقة. وعندما قال إنني أنا سأغادر وضح في هذا الكلام يوم أمس بتصريحاته، قال أنني لم أقل يوما أنني سأغادر فورا الآن، قال سأبدأ فورا عملية المغادرة التي تنتهي بالقضاء على داعش. نعم، طيب أستاذ بشار دعني أسألك يعني عن رصدكم للتصريحات الأمريكية مؤخرا حول سوريا، كيف ترصدونها؟ أنا أعتقد أن يعني مرة أخرى الرئيس الأمريكي ترامب كان واضحا منذ بداية حملته الانتخابية. نعم. هو عنده خطوط عامة حتى أخذت عليه من قبل حتى الجمهوريين أنفسهم الذين كانوا ينافسوه على تذكرة الترشيح عن الحزب الجمهوري، عندما عقد شكل من أشكال المقارنة بين الحال في دول ظهر فيها الربيع ما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي، لا هو ربيع ولا هو عربي، كان يقول انظروا كيف كان الوضع في العراق، كيف كان الوضع في مصر، كيف كان الوضع حتى في سوريا وليبيا. هو لا يكتم معارضته للوضع في سوريا كمن حيث نظام الحكم وكيف تمارس سوريا سياساتها الخارجية خاصة إقليميا فيما يخص إيران ويخص إسرائيل، لكنه في نفس الوقت كان يقول دعونا نكون صريحين. هذا النظام هو كان يصفه ويصر ويقر بذلك أنه نظام قمعي متحالف مع أعداء أمريكا وهي إيران، ويعادي أعداء أمريكا وأصدقاء أمريكا في الإقليم وهي إسرائيل، لكنه في نفس الوقت هي دولة ونظام معني في مكافحة الإرهاب. ومن هنا كسياسي عليه أن يتعامل دائما في لغة واقعية، ويؤخذ على الرئيس ترامب من قبل خصومه أنه عندما يتحدث فقط في لغة المصالح. أنا من وجهة نظري كمحلل سياسي
وبمنتهى الموضوعية، وإن كنت من مؤيدي الرئيس ترامب، أرى أن هذا يؤكد مصداقيته وصدقه كسياسي. هو لا يكذب، لا يعترف بنهج الكذب فيما يتعلق بالتعامل مع السياسة الخارجية. يقول خصم عدوي هو حليفي ولو كان مرحليا، وهذه الأوراق التي لعب بها وأعتقد باقتدار الرئيس الأمريكي عندما قال المعركة هي معركة تركيا، هي معركة السعودية، هي معركة إيران بشكل أو بآخر. حتى عندما قيل له كنوع من الانتقاد كيف تتخلى عن الأكراد رأس الحربة في العمليات التي قسم الظهر داعش، قال لن نتخلى أبدا عن الحليف الكردي، وأظهر عتاب ضمني وأصبح علني مؤخرا عندما قال عندما قام الأكراد ببيع النفط إلى إيران عدوة إيران، هنا كانت المسألة التي يعتقد أنه مارس ضغوطا من أجل إعادة النظر في هذا الملف تحديدا. تمام. أستاذ حسين لديك تعقيب؟ نعم، لأنه الجانب الكردي أعلن بأنه لم يبع النفط لإيران أبدا. إذا كان ترامب لا يدرك بأن هناك فرق بين الفيدرالية في الكردية في كردستان العراق والإدارة الذاتية في سوريا، فهذه مشكلته، لأن هنا ليس هناك في الإدارة الذاتية أو الجانب السوري من الإدارة ليس هناك بيع للنفط كما أعلنت الإدارة نفسها، وهذه نعم. مشكلة ترامب نفسه. طيب يعني كي نبقى في سياق الموضوع أستاذ حسين، يعني عندما يتم التعويل بأي شكل من الأشكال على أن تركيا من الممكن أن تحارب داعش، طيب كيف نقابل هذا الموضوع مع الاتهامات الكثيرة لتركيا بأنها هي من تدعم داعش أساسا؟ هذا الموضوع شائك باعتقادي، لأن أمريكا كانت في غرفة موك مع تركيا بداية الأزمة في عنتاب، شكلوا غرفة اسمها غرفة موك، وهذه الغرفة كانت تدير جميع التنظيمات المسلحة التي ظهرت على الساحة السورية، ومنها داعش وجبهة النصرة إلى آخره، التنظيمات الألف نستطيع أو حتى أكثر من 1000 تنظيم مسلح الذين ظهروا، كانت لأمريكا يد في تلك التنظيمات، إن كانت تمويلا أو معرفة أو دعما إلى آخره مع المخابرات التركية أو مع النظام التركي. لهذا ليس بمستغرب يعني ترامب باعتقادي، أما أنه لا يتلقى المعلومات الكافية من جانب المخابرات الأمريكية أو من جانب البنتاغون والذين يهتمون بهذه الأمور، أو أنه يتغاضى عن الأمر ويحاول دفع تركيا ودفع نظام أردوغان إلى التهلكة أو إلى مقتل ضد الكرد، هذا ما يستشف من كلامه، أو هذا ما يمكن أن يعني يستنتجه المراقب من قول ترامب بأن تركيا هي التي ستحارب داعش. وترامب وغيره والمسؤولين الأمريكيين جميعهم والعالم بأجمع يدرك بأن تركيا لن ولا تحارب داعش حتى في منطقة جرابلس وأعزاز والباب التي جرت فيها اشتباكات أو حتى تم فيها معارك بين داعش وجيش التركي الذي دخل غازيا تلك المنطقة السورية، كانت هناك تشكيك بأن تركيا لا تحارب، وإنما هناك مسرحية تتم بين داعش وتركيا لأجل أن تسيطر تركيا على المنطقة، لأن الوضع كان خارج عن سيطرة تركيا بتلك المنطقة. قوات سوريا الديمقراطية كانت تتقدم من ناحية منبج، وقوات وحدات حماية الشعب وجيش الثوار وجبهة الأكراد كانوا وحلفائهم من بقية التنظيمات المسلحة الوطنية السورية كانت تتقدم من ناحية عفرين وترفعت. لهذا يعني تعاون أردوغان مع داعش وكذلك بدعم أمريكي وموافقة روسية لاحتلال ذلك المثلث وهو يحتله حتى الآن. هل هنا من الإمكان أن نعود بالذاكرة عندما كانت معارك كوباني، وكيف كانت وحدات الحماية تحارب التنظيم الإرهابي بينما الأتراك يتفرجون؟ نعم طبعا، هذا واضح، هناك آلاف الفيديوهات التي تثبت ذلك، التي تثبت دخول وخروج يعني داعش أو مقاتلي داعش من داخل الكوباني
إلى الأراضي التركية ومن ثم العودة إلى داخل كوباني للقتال لتدمير بالأحرى كوباني وقتل شعب مسالم وقتل الناس أبرياء في تلك المدينة. هذا واضح يعني حتى العملية التي تمت في آخر أيام قبل التدخل الأمريكي عندما انفجرت سيارة في البوابة الحدودية التي بقيت تقريبا المنطقة الوحيدة التي تحكمت فيها أو استبسلت وقاومت مجموعة صغيرة من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة. كانت الموقع أرسلت تركيا وهذا معروف، المخابرات التركية أرسلت سيارة وفجرت تلك المنطقة للانتهاء، لكن بالتدخل الأمريكي والمساعدة الأمريكية استطاعت وحدات أن تحرر كوباني. حتى أن خطاب أردوغان المعروف قبل 10 أيام من نهاية الحرب في كوباني أو باعتباره هو اعتبرها، الذي صرح بأن كوباني قد سقطت وانتهى قبل يومين أو 3 من التدخل الأمريكي. هذه الأمور واضحة للعالم جميعا، لكنهم يغلقون أعينهم عن تركيا كنظام، لأن الأخوان المسلمين المتحكمين بتركيا مدعوم من أكثرية المخابرات. تمام أستاذ حسين، دعني أذهب إلى الأستاذ بشار وسعود إليك. تمام أستاذ بشار، في أي حال من الأحوال هل تعتبر تركيا تنظيم داعش إرهابي عدو؟ إذا سمعت سؤالك بشكل دقيق أجيب بأن في استطلاع تم إجراءه، حتى استطلاع تركي في تركيا حول كيف يرى الشعب التركي داعش. تخيل 9% من الأتراك لا يرون في تنظيم داعش تنظيما إرهابيا. الأخطر من ذلك أن 5% من الأتراك يؤمنون ويدافعون عن عمليات داعش ويدعمونها. إن تحدثنا في لغة الأرقام، 5% أو 9% هي النسبة التي جاهر فيها الأتراك بأن مواقفهم السياسية تقول في هذا الاتجاه. ومجرد نشر هذه الإحصائية في تركيا تظهر لك أن الأتراك كنظام كأردوغان، وأحسن الضيف الكريم بالإشارة إلى مدى تورط هذا النظام بدعم الإرهاب عموما، لأنه مرتبط أيديولوجيا وعضويا. المشكلة في أردوغان، في تركيا أردوغان، مشكلتان. هي مشكلة في العداء التاريخي والأطماع التاريخية التركية ضد دول الجوار، وأكثر ما يحقد للأسف صانع القرار الأمني العسكري السياسي والاقتصادي في تركيا هو الجار السوري والجار العراقي. التآمر الذي قامت به تركيا والبشاعة التآمر اللي قامت فيه خاصة في حلب على المكون الإثني العرقي الفسيفسائي الأجمل في الشرق الأوسط، التنوع بين الأعراق بين الأديان بين الطوائف، السرقة التي قام بها الأتراك عملاء المخابرات التركية وهذا معروف ليس سرا، قاموا بسرقة وتفكيك مصانع بأكملها من سوريا، الكل يعلم ذلك. القضية إذن هذا في الشق القومي. أما في الشق الديني الأيديولوجي، هذا رجل، وأنا دائما يعني أحرص على تفادي الخوض في الأمور الشخصية التي تتعلق في قادة الدول احتراما لما يمثلون على الأقل في موقعهم الوظيفي، لكن السيد أردوغان لم يبقي مجالا حتى للدبلوماسية في هذا الأمر. إنسان يطرح نفسه وكأنه الوالي العثماني الذي يريد أن يحقق التوسع العثماني التركي مرة أخرى ويبسطه في العالم، عنده وزير خارجية يتحدث عن وزير دفاع اليوناني ويقول عليكم أن تتعاملوا مع هذا الصبي أو الغلام أو الولد. هذه مفردات تستخدمها الدولة التركية في ظل أردوغان. انظر إلى مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما بين قضاء وعسكريين، وبالأخير تباكى على خاشقجي رحم الله خاشقجي، وبالتأكيد تمام. يعني كلنا نطالب بمحاسبة قتلته. طيب أستاذ بشار، في ظل ما تفضلت بالحديث عنه، عذرا للمقاطعة، في ظل ما تفضلت بالحديث عنه وبحسب وجهة نظر الفورم بوليسي أيضا، العدو الحقيقي للأتراك هم الكرد وليس تنظيم داعش،
من هنا تأتي تصريحات بومبيو بأن لا يجب أن نسمح للأتراك بأن يذبحوا الكرد؟ أبداً لن يحصل ذلك. يعني هذا التأكيد جاء على لسان الولايات المتحدة الأمريكية بكل الأفرع ذات العلاقة في أي شيء يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. رئيس الولايات المتحدة نفى بنفسه ذلك. أعضاء بارزين في الكونغرس وأكثرهم أهمية هو لينسي جرام. لينسي جرام لاحظ كان رفيقا في العمل السياسي التشريعي مع الراحل جون ماكين. لا. جون ماكين من الشخصيات التي دعمت علانية ما سمي بالثورة السورية وخاصة في مكونها الإسلامي وخاصة في بعدها التركي. زار بنفسه شمال سوريا رحمة الله عليه جون ماكين. ولكن حتى شريكه لينزي جرام الآن حذر الرئيس ترامب عندما زار البيت الأبيض، قال حذاري من أن يذبح الأكراد إن تخلينا عنهم، وخرج من هذا الاجتماع قبل يومين وهو في غاية السرور والثقة بالنفس، وقال لينزي جرام للصحفيين الأمريكيين وفي العالم كله، قال أنني سمعت معلومات لأول مرة أسمعها من الرئيس ترامب، وأكد أنه ليس بقلق على الإطلاق. تمام. على الدعم الأمريكي للأكراد تحديدا في مواجهة أي خطر من تركيا. ولاحظ ماذا يجري على الأرض. الأتراك بدأوا يسحبوا الجيش، ما يسمى بالجيش الحر، بدأوا يسحبوا بهذه القوات التي كانت ستكون بشبه الغطاء أو العوبة بيد تركيا. تركيا الآن يعني أنا مضطر أقول هذا الكلام مرة أخرى، ترامب، أنا شاركت في هذا الأمر مرتين معكم في هذه القناة المحترمة، أهلا وسهلا بكم، تعامل مع أردوغان هو كان يتحدث عن خيارين، هو إما يروض أردوغان أو يحرق خطابه الإعلامي. تمام. ولاحظ أنه فعل، حقق الهدفين بشكل جدا جدا لافت النظر. تمام. الآن أردوغان أمام أيديه، حرقه إعلاميا. تمام. أستاذ بشار، سأعود إلى ضيفي بالاستديو وسأعود إليكم إن سمحت لي. أستاذ حسين، في ظل شبه الإجماع بأن العدو الحقيقي للأتراك هم الكرد وليس داعش، وفي ظل الحديث عن أو سماع التصريحات الأمريكية بأنهم رغم الانسحاب سيؤمنون الحماية للكرد، كيف ستتجلى هذه الحماية؟ لا أدري كيف ستتجلى، لكن الوجود الأمريكي إذا استمر ودون إيجاد حل سلمي للمقتلة السورية أو دون جلوس جميع السوريين على طاولة تفاوض واحدة والوصول إلى صيغة مشتركة لضمان حقوق الجميع، نعم، فهذا الوجود لا, لا, لا مبرر له، حتى لو كان يريد أو يراد من هذا الوجود حماية الكرد. حماية الكرد يأتي بهذه باتجاه إيجاد حل سلمي للمقتلة السورية وإيجاد حل سلمي للقضية الكردية داخل إطار حدود الدولة السورية التي يجب أن تكون دولة المواطنة ودولة القانون ودولة القوميات ودولة 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 إلى آخره. لكن الأمريكيين باعتقادي يحاولون حتى الآن أن لا يجاهروا بموقف سياسي واضح من مناطق تواجدهم. الإدارة الذاتية حسب معلوماتي وحسب اطلاعي على الأمر حتى الآن لم تتلقى من الإدارة الأمريكية أي تطمينات أو أي، فقط وجود الأمريكي هو وجود عسكري، وهذا الوجود هو لضرب داعش، وداعش سينتهي بكل الأحوال على ما يبدو كوجود ظاهري، لكن هناك الآلاف من الخلايا النائمة داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي، نعم، العراقية لهذا التنظيم الذي استطاع أن يتشعب بين الناس، وهذا ما سيؤدي إلى ظهور داعش مرة أخرى. لهذا على الأمريكيين إيجاد أو التفكير بصيغة أخرى لحماية الكرد، لأن أردوغان بالتأكيد وكما هو معروف ليس من الآن، الدولة التركية ومنذ نشوئها، نعم، بنيت على أساس إنكار الوجود الكردي وإنهاء الوجود الكردي. الأتراك والنظام التركي تحديدا، لا أدعي الأتراك كشعب، لكن النظام التركي ومنذ أتاتورك وحتى الآن يرى في وجود الكرد انتهاء لوجودهم هم. لهذا
يحاولون بكل الوسائل ويحاولون مع كل الدول التي يستطيعون أن يتحالفوا معه للقضاء على الوجود الكردي كوجود، ككيان، كقومية قائمة بذاتها. وهذا ما يحاول أردوغان، فعل كثيرون قبله من الأنظمة التركية المتعاقبة منذ كمال أتاتورك، وأردوغان يستمر في تلك المحاولة للاستفادة من الظرف الحالي، ولهذا يدعم ويؤسس التنظيمات الإرهابية في سوريا، ليس لضرب كل سوريا، هو يريد أن يسيطر على كل سوريا، يريد أن يحتل كل سوريا، لكن هدفه الأساسي وهو يعلن ذلك بصراحة هو الوجود الكردي داخل هذه البقعة من الأرض السورية. أستاذ بشار، إن كان لديكم تعقيب أخير قبل أن نختتم المحور. نعم، بشكل موجز أقول الآتي. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها ستواصل حرصها على حماية الأكراد، وكان هناك إشارة مباشرة على الرئيس، على لسان الرئيس الأمريكي ترامب، عندما قال أن طائرات الـ F-35 كانت تلقي بقنابلها أمام المقاتلين الكرد الذين أشاد ببسالتهم، وأن هذا الدور سيستمر. نعلم أن الطيران الأمريكي يستطيع الإقلاع من عدة قواعد في المنطقة، وهو تحدث بشكل صريح ومباشر أن القوات الأمريكية الموجودة من العراق ستتولى هذه المهمة. هذا أولا من ناحية العسكرية. من ناحية السياسية، لا توصي حريص، هذا مثل شعبي معروف بكل المنطقة، لا توصي الأمريكيين لا لكونغرس ولا كإدارة ولا الحليف الأطلسي الآخر المهم وهي ألمانيا من الانزعاج والامتعاض من تركيا أردوغان. الأكراد استطاعوا بممارساتهم القتالية المميزة ضد داعش، واستطاعوا بإدارتهم الحكيمة لمنطقة الحكم الذاتي وتعاملهم الواقعي والوطني والشريف مع الدولة السورية الوطن الأم، استطاعوا أن يكسبوا احترام الجميع. وأنا على ثقة بأن المقبل من الأيام سيكون فيه الخير كله. نعم، أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وعلى هذه الإنارات. الأستاذ بشار جرار، كاتب ومحلل سياسي، حدثتنا من واشنطن. أستاذ حسين والسادة المشاهدين، مستمرين في حديث اليوم بعد فاصل قصير.